السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على برنامج شوكيس، هو واحد برامج أوتو ديسك، هو متخصص في الإظهار المعماري. يعني هو برنامج مش زي 3D ماكس متوسع، لا ده هو برنامج متخصص في الإظهار المعماري. لما أجي أفتح الملف ال 3D، لما أجي من فايل وأقول له إمبورت، أو أجي هنا وأقول له أوبن فايل، وأروح مختار الملف اللي أنا هبدأ أشتغل عليه. تمام، يور فايل، وابدا اشوف الملف. هتلاقي امتدادات كتيره موجوده زي دي دبليو جي، زي الاي اي في، زي الاس تي بي. بعد كده بقول له انفايرمنت، ببدا اختار الخلفيه اللي انا هبدا اشتغل عليها. يعني ممكن يكون انت مثلا عايز خلفيه زي زرع مثلا او امتي، مجرد ان انت تدوس عليها تبدأ تتحمل معاك. هتلاقيها بالشكل دوت. تمام، طيب انا مثلا مش عايز حاجة دلوقتي، اقول له كنترول زد تراجع. طيب بعد كده بدخل في موضوع الإضاءة، adjust the lighting. بقول له مثلا انا عايز مثلا شادو، مجرد ان ادوس في اي مكان واحرك الماوس ده اللي بيغير الاضاءة. زي ما انت شايف، مجرد ان انا بدوس بالماوس وبحرك الماوس بلاقي ايه الظل بدأ يتغير معايا، واللايتنج كذلك. بعد كده هدخل في فيجوال ستايل، دي بقول له مثلا انا عايز صورة تكون درجة وضوح قد ايه، لو انا عايز حاجة كويسة بختار ري تريكنج. ببدأ اختار ايه الحاجة اللي انا هشتغل بيها، وكل مرة بتلاقي المنظر نفسه بدأ يختلف. تمام، بس الجهاز تعبان، اي حاجة من الحاجات هجربها بتهنج الحاجة على طول. تمام، من هنا ببدأ اختار ماتيريال، او ممكن ان انا اعمل سيلكت على اي عنصر وليكن مثلا السقف. مجرد ان عملت عليه سيلكت ادوس ام، تلاقي يبدأ يقول لي اختار الماتيريال. مجرد ان انا بختار الماتيريال تبدأ اللون يتغير، وباخد الماتيريال اللي انا لسه مختارها دلوقتي. تمام، فزي ما انت شايف التعديل سهل جدا وبسيط وما بياخدش مننا وقت، وما فيش زرار كتير اتلخبط، هي كلها اصلا ايه حاجات بسيطة، لان هي متخصص في المعماري. هو ده صراحة اصغر مشروع لقيت ان انا ممكن نتكلم فيه، بس برضو الجهاز مهنج جامد، والله المستعان. يعني انت لو شغال على برامج اوتوديسك بتلاقي نفس القوائم اللي موجودة في البرامج زي الريفت او زي الاوتوكاد، فمش هتلاقي اختلاف، مش هتلاقي حاجة يعني حاجة صعبة، لا بتلاقي الواجهات قريبة من بعض. تمام، ممكن اقول لك ريست شوت، ممكن نعمل بيه فيديو احرك كاميرا في اي مكان، بس ان شاء الله هنشوفها في الدروس اللي جايه بعد كده. عمر سليم.